اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هذا المنطلق وجد القرآن الكريم اهتماما كبيرا من ولاة أمورنا، فانطلقت المؤسسات والجوائز التي تعنى بخدمة القرآن الكريم ومحاولة إيجاد جيل قرآني يحمل في صدره هذا الكتاب العظيم. ومن هذه المؤسسات انطلقت من إمارة أم القيوين وبأوامر سامية من الشيخ راشد بن أحمد المعلى طيب الله ثراه، جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وذلك بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2003 للميلاد، في 3 ربيع الأول لسنة 1424 للهجرة، الموافق 4 مايو لعام 2003 للميلاد. وقد كانت انطلاقة هذه الجائزة انطلاقة قوية بفضل من الله عز وجل، ومن ثم بالاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي وجدته الجائزة من الشيخ راشد بن أحمد المعلى رحمه الله، فاستضافت الجائزة العديد من العلماء الذين أثروا أنشطة الجائزة بالحضور، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم المكي، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد الرئيس السابق لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إمام وخطيب الحرم المكي، والعديد العديد من المشايخ، مما أعطى الجائزة بعدا إعلاميا بين مثيلاتها من المؤسسات والجوائز في الدولة، الأمر الذي جعلها محط أنظار المهتمين بالقرآن الكريم. فقامت الجائزة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم في دورتها الأولى، والتي كانت مقتصرة على قاطني إمارة أم القيوين، واعتبارا من الدورة الثانية تم توسيع دائرة المشاركة في المسابقة الرئيسية لتشمل جميع إمارات الدولة، الأمر الذي انعكس على اهتمام ومتابعة الكثيرين، مما جعل المسؤولين عن الجائزة يوسعون الدائرة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثالثة. وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى تواصلت النجاحات تلو النجاحات، وفي 6 محرم سنة 1430 هجرية الموافق 2 يناير لسنة 2009 تولى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين حفظه الله مقاليد الحكم في الإمارة بعد وفاة الشيخ راشد بن أحمد المعلى رحمه الله رحمة واسعة، فكان خير خلف لخير سلف. وقد أكد سموه في المقابلة التي تمت مع مجلس أمناء الجائزة دعمه اللامحدود لما تقوم به الجائزة من أنشطة، وطالب سموه المجلس بأن يواصل ما تم تأسيسه من أنشطة وفعاليات، حيث أمر سموه بتذليل جميع العقبات التي تواجه هذا الأمر. وبهذه التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين حفظه الله، تواصلت أنشطة الجائزة في هذا الشهر المبارك، حيث أقامت الجائزة برنامجا رمضانيا شمل تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم
وإقامة عدة محاضرات دينية توعوية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونعهد الله على بذل ما في وسعنا من جهد لخدمة كتاب الله عز وجل وخدمة هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس.